طويل شوية بس الحمد لله يعني عدت. طبعا طويل، طبعا طويل، بس طبعا زي ما قلت يعني باستمرار لازم نفتح مشكلة امتحان الاستاتيكا اللي دلوقتي 5 أجزاء كلهم إجباري، وفي مسؤول الأولاني اختياري 6 أجزاء، والجزئية بتاعت الاختياري مش جزئية تعريف، لا الجزئية مسألة لازم تتحل، وما تتحل تعتبر جزئية مسألة عادية جدا زي المسألة التانية، فبياخد منهم وقت كتير جدا، يعني 5 أسئلة كتير قوي على المنهج الصغير ده. الامتحان حلو وسهل، بس يعني ممكن في اسئله محتاجه تفكير شويه بس بتتحل في الاخر. تمام، لا كويس مع الوقت، سهل عادي مش وحش، بس هو السؤال الخامس فيه حاجات رخمه شويه، بس هو ككل امتحان كويس تمام يعني. او احنا عايزين وقت اكبر من ده بكتير. الامتحان كان سهل وحلو بس فيه كام حاجه صعبه، كان طويل، الواحد اصلا ما لحقش، يعني هم بيشدوا الورق مننا بالعافيه، يعني ساعتين ما تنفعش خالص مع الديناميكا. انا عايزه الورقه، عايزاها.